بننصح جميع الاباء والامهات، انتوا عايزين تاخدوا ثواب وانتوا قاعدين في بيتكم وانتوا بتربوا عيالكم اللي هي بتجدوا فيهم لذة الابوة والامومة، كونوا رحماء، كونوا رحماء. وطبعا بالتأكيد الرحمة دي من ضمنها مروا اولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، لان الرحمة في موضعها. ما تقولش لا مش عايز اصحيه، ولا لسه صغير هيقوم يتوضى في الساعة، او هو لسه نايم متأخر هقوم اقوم دلوقتي يصلي الفجر الساعة 3:30 ولا 4 ولا حاجة. لا، انت كده بترحموش، انت بتضيعه. زي اللي بيخليهم يتفرجوا على افلام اباحية مثلا هم صغيرين، انت بتدمره تدميرا او بتسمح له كده. يعني الطفل اللي عنده مثلا 11 سنة والبنت اللي عندها كده في العمر ده لسه بقى العاطفة والمخ والمراكز كلها ما تشكلتش، تقوم تشكلها على المواقع الاباحية بالتليفونات البايظة. عايش كل اب وام جابوا لعيالهم تليفونات، وانا عارف ان هم معذورين علشان العيال مش هيسيبوهم يناموا طالما من غير ما يجيبوا لهم تليفون، بس لازم يكون في رقابة على التليفون.